معارك الجبال الشاهقة، كيف فتح المسلمون أذربيجان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل بن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها كلهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشعائرهم وشرائعهم، على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم، ليس على صبي ولا امرأة ولا زمن ليس في يديه شيء من الدنيا، ولا متعبد متخل ليس في يديه من الدنيا شيء. لهم ذلك ولمن سكن معهم، وعليهم قرى المسلم من جنود المسلمين يوما وليلة ودلالته. هذه من أمان الخليفة عمر بن الخطاب لأهل أذربيجان بعد الفتح. حين خرجت الفتوحات الإسلامية من الجزيرة العربية وبعد استقرار الأوضاع بها في العصر النبوي، كان الانطلاق في عصر الخلفاء الراشدين صوب الشام والعراق، ومنهما كان الاتجاه صوب آسيا وشمال إفريقيا فضلا عن بلاد الأناضول، أمرا ضروريا ولازما لخدمة نشر الدين والحفاظ على المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع. غير أنه كانت هناك عوامل أساسية جعلت من الفتح الإسلامي لأذربيجان أكثر أهمية وحتمية من غيرها من بعض الأقاليم الأخرى. فبالإضافة إلى نشر الإسلام وتوسيع رقعته والمحافظة على حدود الدولة الإسلامية الوليدة، كانت منطقة آسيا الوسطى والقوقاز هي الامتداد الطبيعي والعمق الجغرافي للتمدد الإسلامي. لكن مع العوامل الأخرى الحقيقية التي دفعت الفتوحات الإسلامية المبكرة في عصر الخليفة عمر بن الخطاب بالاتجاه صوب أذربيجان قبل فتوحات المغرب والأندلس بنصف قرن، هل كانت الرغبة في نشر الإسلام فقط هي الدافع للمسلمين، أم كان لأذربيجان وأقاليمها خصوصية أخرى حفزت هذه الرغبة في الفتوحات؟ وما آثار الفتح الإسلامي والعربي في أقاليم أذربيجان؟ كانت أقاليم ومناطق أذربيجان وأرمينيا من جملة البلدان التي خطط المسلمون للدخول إليها، لا سيما بعد فتوحات العراق وفارس الناجحة في البويب والجسر والسقاطية وأعظمها القادسية، ثم نهاوند على يد الصحابة خالد بن الوليد وأبو عبيد الثقفي والمثنى بن حارثة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، وتمكنهم من بناء القواعد الحضارية والعسكرية فيما مثل الكوفة والبصرة وغيرها. وكانت أذربيجان حينذاك أشمل وأوسع من جمهورية أذربيجان الحالية، فقد كانت إقليما واسعا يضم اليوم محافظات أذربيجان في شمال إيران وجمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا ومناطق أخرى شرق تركيا حتى بحيرة فان. وتمتاز هذه المناطق بالجبال المرتفعة والطقس الشتوي غزير الأمطار والثلوج، فضلا عن كثرة الأنهار وأهمها نهر الرس ونهر الكر وبحيرة أروميا. وقد عرف المسلمون أن هذه المناطق الشاسعة كانت إحدى قلاع الديانة الزرادشتية الرئيسة ومراكزها، بل كان بها مسقط رأس زرادشت، وكانت تحوي عددا كبيرا من معابد الفرس المقدسة، مما جعلها مأوى لمعظم الفرس والأُذر والأرمن الفارين من وجه الجيوش الإسلامية بعد هزائمهم في العراق وفارس. ومن هنا أصبحت فوق مكانتها الدينية مأوى مركزا لمأوى الهاربين الذين قد يشكلون خطورة لإعادة الكرة وتجديد المواجهة الباغتة أو الخاطفة مع قوات المسلمين المتمركزة في الجنوب. والحق أن المسلمين قد تفاجأوا في معارك العراق باشتراك الأرمن والأذيريين في معركة خطيرة مثل القادسية 15 هجري الموافق ل 636 ميلادي، بأعداد كبيرة داعمين للفرس بكل قوة، وكذلك في معركة اليرموك في العام نفسه على الجبهة الشامية داعمين للبيزنطيين، وأيضا في معركة نهاوند في بلاد فارس سنة 21 هجري. وبالرغم من هذه المحاولات المستميتة من الأرمن والأذر للانضمام إلى الفرس تارة والبيزنطيين الروم تارة أخرى وتدعيم جبهتيهما ضد الفتح الإسلامي وقواته، فإن معركة نهاوند بالتحديد والتي كسرت القوة الفارسية قد فتحت الطريق للقضاء على قوة أتباعهم من الأرمن والآذر. ومن هنا وحين رأى حاكم أذربيجان إسفنديار قدوم قوات المسلمين إليه، شرع على الفور في لملمة صفوف جنوده بأعداد كبيرة، وقد حاول قطع الطريق على قوات المسلمين المتقدمة بقيادة نعيم بن مقرن، والتقى الجانبان في مكان يسمى واج رود،
وهي منطقة سهلية تقع بين همدان والدينور، وكانت خطة زعيم الأذريين أن يكمن المسلمين في الطريق ويأخذهم على حين غرة مستغلا عامل المفاجأة. لكن القائد نعيم بن مقرن عرف بالمخطط مبكرا من خلال مخابراته وعيونه، ولم يشأ أن يضيع وقتا في مدينة همدان، قال المؤرخ الطبري، وخرج إليهم في الناس حتى نزل عليهم بوادي الروذ، فاقتتلوا بها قتالا شديدا، وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند، ولم تكن دونها، وقتل من القوم مقتلة عظيمة لا يحصون ولا تقصر ملحمتهم من الملاحم الكبار، وقد كانوا كتبوا إلى عمر باجتماعهم، ففزع منها عمر واهتم بحربها وتوقع ما يأتيه عنهم، فلم يفاجئه إلا البريد بالبشارة، فقال أبشر، فقال بل عروة، فلما ثنى عليه أبشر، فقال بشير، فقال عمر رسول النعيم، قال رسول النعيم، قال الخبر، قال البشرى بالفتح والنصر، وأخبره الخبر فحمد الله وأمر بالكتاب فقرئ على الناس فحمدوا الله. كانت هذه المعركة مثل معركة نهاوند العظيمة التي فتحت من بعدها بلاد فارس أبوابها للمسلمين لاستكمال فتوحاتهم التي وصلت إلى آسيا وأفغانستان وبلاد ما وراء النهر. وكذلك كانت هذه المعركة قد فتحت الطريق أمام المسلمين صوب الشمال. وبعد هذا الانتصار الذي تحقق في واجرود، وضع المسلمون خطة لتطويق أقاليم أذربيجان عبر جبهتين حتى تكون هذه المناطق القاسية والشاسعة بين فكي كماشة. فانطلق إليها جيشان من المسلمين، الأول بقيادة بكير بن عبد الله عبر جنوب أذربيجان، وفي تلك المناطق قاتل بكير وقواته جيوب المقاومة الفارسية. وكانت مقاومة شرسة وعنيفة استطاع فيها هزيمتهم، بيد أنه احتاج إلى الإمدادات الكافية ليقرر الاتجاه بعدها صوب أردبيل عاصمة أذربيجان حينها. أما الجيش الثاني فكان قادما من الجبهة الشامية بقيادة عتبة بن فرقد، وهو صحابي جليل، واستطاع عتبة وجيشها التوغل في القرى والمدن الجنوبية الغربية لأذربيجان وهزيمة جيش أذري بقيادة بهرام بن الفرخزاد أخو زعيم الأذر إسفنديار. وكان المسلمون قد أسروه من قبل في معركة واجرود، وقد استطاع عتبة دحر هذه المجموعة الأذرية وردها على أعقابها، وواصل مسيره نحو العاصمة أردبيل. وبالفعل التقى الجيشان الإسلامي والأذري قرب أردبيل، ووقعت فيها معركة شرسة سلمت فيها القيادة العامة إلى الصحابي عتبة بن فرقد، واستطاعت قوات المسلمين الانتصار ودخول أردبيل، وأطلقوا سراح مرزبان أذربيجان، وكان أحد كبار الزعماء الذين سجنهم إسفنديار، وعقدوا معه اتفاق صلح على الطاعة والجزية والأمان، وكان مما جاء في نص الأمان لأذربيجان، وهي الوثيقة التي لا تزال محفوظة في متحف التاريخ في مدينة باكو عاصمة أذربيجان. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عتبة بن فرقدة عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها، كلهم الأمان عن أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم، على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم، ليس على صبي ولا امرأة ولا زمن ليس في يديه شيء من الدنيا، ولا متعبد متخل ليس في يديه من الدنيا شيء، لهم ذلك ولمن سكن معهم، وعليهم قرى المسلم من جنود المسلمين يوما وليلة ودلالته. راحت قوات المسلمين تتوغل في مناطق أذربيجان، فاستغل مرزبان هذا التفرق للقوات الإسلامية فأعلن التمرد والعصيان المسلح، ووصلت هذه الأخبار إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة المنورة، وكان شديد الحرص على متابعة أدق تفاصيل الفتوحات على الجبهات كاملة، فأمر على الفور عامله على الكوفة الصحابي المغيرة بن شعبة بسرعة إرسال حذيفة بن اليمان على رأس جيش لسحق تمرد الأذر قبل استفحاله. وقد نجح حذيفة بالفعل حين فرض على أردبيل حصارا خانقا اضطرها إلى التسليم مقابل دفع الجزية السنوية. كانت الخطوة التالية بعد إعادة السيطرة على أردبيل تتمثل في تأمين الوجود الإسلامي في كامل منطقة أذربيجان وأرمينيا،
وكانت هذه المهمة تقع على عاتق الصحابي سراقة بن عمرو، وقد خرجت معه قوة من القوات الإسلامية من العراق بقيادة عبد الرحمن بن ربيعة، واستطاعت هذه القوات السيطرة على عدد من المدن والقرى الأثرية، كما واستولت على الممرات الجبلية المحيطة بأردبيل. ثم قصدت مدينة باب الأبواب، إحدى المدن الرئيسية التي تسيطر على الطريق المؤدي إلى أردبيل في دولة داغستان بالقوقاز اليوم. فخرج حاكمها شهريبراز طالبا الأمان ومقدما العون للمسلمين، معضدا لهم في حروب ضد الخزر والقوقازيين، وعرف المسلمين له صنيعة وأعفوه من الجزية، وذلك في شهور سنة 22 هجري. كان استقرار المسلمين ونجاحهم في فتح أذربيجان قد تسبب في خنق الأرمن والخزر وسكان القوقاز. والحق فإن القوات الإسلامية طوال عصر عمر بن الخطاب ومن بعده عثمان بن عفان رضي الله عنهما لم تنقطع عن مهاجمة هذه المناطق والتوغل فيها بغية الفتح. وكانت أشهر الحملات في بدايات عصر عثمان بقيادة سلمان بن ربيعة، لذا تحالف الأرمن والخزر والقوقاز والبيزنطيون على مهاجمة المسلمين في أذربيجان، وتجمعت قواتهم في مدينة شميشاط الأرمينية غرب أذربيجان. كان والي الكوفة الوليد بن عقبة بن معيط بمنزلة المسؤول الأول والوالي عن منطقة العراق وإيران وأذربيجان المفتوحة، فطلب من قائده مسلمة بن حبيب أن يخرج لمواجهة هذا التحالف البيزنطي الأرميني القوقازي الخزري الذي يمثل تهديدا خطيرا، وقد أمده ب6000 مقاتل. وبالفعل خرج مسلم بن حبيب واستطاع إخضاع أهم المدن في طريقه مثل تفليس، أو ما يقال لها تبليس، العاصمة الأهم والأكبر في تاريخ أذربيجان بعد ذلك. ثم خلاط أو أخلاط التي تقع في أقصى الشرق التركي اليوم. وقد أصدر الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه قرارا بتعيين الأشعث بن قيس الكندي واليا على أذربيجان. حين آلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين سنتي 35 هجري إلى 40 هجري، أقر ولاية الأشعث بن قيس الكندي على أذربيجان، وكان واحدا من أنشط الولاة في نشر الإسلام والدعوة إليه في ذلك البلد. فصارت أذربيجان في فترة ولايته بلدا إسلاميا خالصا، انتشرت فيه تعاليم القرآن الكريم والعربية والعلوم الإسلامية الأخرى. وفوق ذلك استقدم الأشعث العرب وأسكنهم في أردبيل عاصمة أذربيجان. وقبيل انتهاء ولايته نزح عدد كبير من عرب البصرة والكوفة إلى أذربيجان واستقروا بها، وكان انتشارهم في نواح عدة منها، فابتاعوا الأرض واستصلحوا، والتجأت إليهم قرى الأذر للخفارة والحماية. تلك قصة الفتح الإسلامي الذي استمر عقدين من الزمن لأذربيجان وأرمينيا. وحتى يومنا هذا لا تزال كثيرا من مناطق أذربيجان تحمل أسماء عربية، مثل قرى عرب وعرب قديم وعرب شالباش، فضلا عن 9 مناطق كلها عربية مثل منطقة صدباد وقرية عربال أوغلاني وغيرها. وحين استقر الإسلام في تلك المناطق شرع الأمويون بعد عصر الخلفاء الراشدين في إعمار أذربيجان، ولا يزال الجامع الأموي في منطقة شماحي وجامع الجمعة بها شاهدين على هذا الوجود الإسلامي الموغل في القدم في منطقة أذربيجان الواسعة، وهي المنطقة التي تضم اليوم كل من أقصى مناطق شمال غرب إيران وجمهورية أذربيجان وأقصى شرق تركيا. السلام عليكم.